أهلا بكم من جديد. الجزء الثاني من ملف لنقاش نخصصه للهجرة غير الشرعية في ليبيا. قبل ذلك نتوقف عند هذه الشاشة التفاعلية لنجاة بوتفسوت. السلام عليكم. تسريب مقطع فيديو يظهر عرض مهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى للبيع في مزاد في ليبيا أثار صدمة كبيرة والكثير من الجدل والاستنكار في صفوف المجتمع الدولي والهيئات الحقوقية. مشاهد الفيديو كانت دليلا على استمرار منطق الاستعباد في بعض مناطق ليبيا في زمن يفترض فيه القطع مع ممارسات عصور ولت كان يباع فيها الناس كرقيق بشكل عادل. ليبيا ليست البلد الوحيد الذي ما يزال يشهد انتشار هذه الظاهرة، فحسب أخير تقديرات الهيئات الأممية والمنظمات غير الحكومية فإن 45 مليون شخص يعانون من العبودية في العالم بكل أشكالها بما فيها العمل القسري وعمل الأطفال والاتجار بالأشخاص. يقول كتاب صحفيون ومحللون ليبيون إنه خلال القرن 18 كان تجارة العبيد والقرصنة المصدر الأساسي للاقتصاد الليبي، ورغم صدور قوانين دولية تجرم تجارة العبيد عام 1814 استمرت عملية تهريب العبيد من إفريقيا إلى الساحل الليبي. حسب نفس المصادر توجد في منطقة غرب ليبيا القريبة من جزيرتي مالطا ولامبيدوسا الإيطالية بنية تحتية مواتية لتهريب البشر عبر البحر المتوسط، وذلك منذ عهد الراحل معمر القذافي. هذه التجارة كانت تدر ملايين الدولارات على المهربين وأيضا على صانعي المراكب وعلى مالك المزارع القريبة من موانئ الانطلاق الذين حولوا مزارعهم إلى مخابئ آمنة للمهاجرين. أما في شرق ووسط ليبيا فيقل هذا النشاط لبعد الساحل الأوروبي عن ساحل برقة ولوجود تيارات قوية في خليج سرت. وإثر الجدل الدائر حول انتعاش تجارة الرقيق مؤخرا في ليبيا بسبب الوضع الأمني غير المستقر، أعلنت حكومة الوفاق الوطني الليبي عن فتح تحقيق حول العبودية في البلاد، مؤكدة أنها بصدد تكليف لجان مختصة للتحقيق في التقارير المنشورة لضبط المتهمين وتقديمهم للعدالة. كما وافقت على السماح للوكالات الأممية بزيارة مخيمات المهاجرين في المناطق الخاضعة لسيطرتها. هذا الموضوع كان محور نقاش واسع خلال القمة الخامسة للاتحاد الإفريقي للاتحاد الأوروبي في أبيدجان، حيث أدان الطرفان إلى جانب الأمم المتحدة ما يحدث في ليبيا في حق المهاجرين، مع الإعلان عن الموافقة على خطة طوارئ لتفكيك شبكات تهريب البشر وإعادة توطين المهاجرين العالقين في ليبيا. الخطة تتضمن تشكيل قوة عمل تنفيذية مؤلفة من أفراد شرطة وأوروبيين وأفارقة وأجهزة مخابرات. كما وافقت الجهات الثلاث على تجميد أصول وفرض عقوبة مالية على المهربين وتمويل جهود إعادة توطين المهاجرين العالقين في ليبيا، وهي العملية التي تنظمها بالفعل المنظمة الدولية للهجرة التي أعلنت أنها تعتزم ترحيل 15 ألف مهاجر في ليبيا نحو بلدانهم الأصلية وذلك قبل نهاية السنة الجارية. وقد نقلت المنظمة الدولية للهجرة هذا العام أكثر من 14500 مهاجر إلى بلدانهم في إطار برنامج للعودة الطوعية، معظمهم من نيجيريا وغينيا وغامبيا ومالي والسنغال. وقبل ختم هذا العرض التفاعلي نشير إلى أن تدفقات المهاجرين عبر ليبيا ارتفعت منذ 2014 إذ عبر أكثر من 600 ألف البحر المتوسط إلى إيطاليا خلال السنوات الثلاث الماضية، فيما زادت أعداد المهاجرين في نحو 16 مركزا إلى قرابة 20 ألفا. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء. لمناقشة محاور هذا الجزء يسعدنا أن نستضيف دكتور عبد الفتاح بلعمشي مدير المركز المغربي للدبلوماسية الموازية. أهلا بكم دكتور. مساء الخير. يسعدنا كثيرا أن نستقبل الأستاذ أشرقي أفقير وهو ناشط حقوقي في المنظمة المغربية لحقوق الإنسان. أهلا وسهلا بكم. مساء الخير.
ويسعدنا كثيرا أن نستضيف الأستاذ نوفل البوعمري وهو محام وناشط حقوقي. أهلا وسهلا بكم دكتور. تفاجأنا جميعا بالصور التي وصفت بالفضيحة الإنسانية، هؤلاء المهاجرين الذين بيعوا في المزاد العلني، بعد أن طالب المجتمع الدولي بفتح تحقيق في ذلك، هل تغير واقع الأمر شيئا؟ شكرا على الاستضافة. ممكن غادي نستغل كذلك الفرصة باش ندد بالقرار ديال ترامب فيما يتعلق بالقدس. وجملة فقط، وأخاف على أن يكون هذا القرار هو إعلان على دخول منطقة في الشوط الثاني للخريف العربي. علاقة بالسؤال، احنا بالنسبة للوضع في ليبيا وما شاهدناه من صور وما تناقلت له خاصة إحدى القنوات العالمية من الفيديو ديال البيع أو التجار بعض المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا، أكيد على أنه شكل صدمة بالنسبة للجميع، شكل صدمة أخلاقية، شكل صدمة إنسانية قبل أن تكون صدمة حقوقية أو صدمة سياسية تسائل الحكومة الليبية أو تسائل المنتظم الدولي. أكيد على أن هناك جانب أخلاقي وجانب إنساني قد مس لدى هؤلاء البشر، هذا في نهاية المطاف هم إنسان بغض النظر على موطنهم الأصلي. أكيد على أنهم قد مس جانبهم إنساني، وأكيد على أنه هذه الصور تشكل وصمة عار. للأسف على أنه من بعد هذه الصور هذه جميع ردود الفعل انصبت حول اتجاه واحد، هو اتجاه ديال مناقشة الملف أو مناقشة الموضوع من الجانب الأمني منه، في حين على أن هناك جوانب أخرى جد مهمة كان لابد على أن يتم الحديث عنها في هذا الموضوع. هو جوانب الجانب المتعلق بمسؤولية الدول المستقبلة لهؤلاء المهاجرين المفترضين قبل أن يتحولوا الوضع ديال الاستغلال ديالهم، مسؤولية ديال الدول المصدرة كذلك، لأن يعني ليبيا على حسب الروبورتاج وعلى حسب الوضع هؤلاء كانت فقط منطقة عبور خاصة نحو إيطاليا. رد فعل الأساسي كان هو رد فعل أمني، رد فعل الأساسي اللي كان هو رد فعل لم يراعي الوضعية الإنسانية. كذلك احنا شفنا الروبورتاج قبل قليل، الجانب المهم اللي كنظن على انه خص يتم الانتباه له هو الجانب اللي ما بعد مرحلة يعني اخراج هؤلاء المواطنين او هؤلاء المهاجرين من وضعيتهم ديال الاحتجاز او من وضعية ديال التجارة. ما بعد كنظن على انه هذه مرحلة أساسية لم يتم الانتباه إليها، واللي هي مسؤولية ديال المنتظم الدولي خاصة الأمم المتحدة، الأمين العام الأمم المتحدة. لم تجبني عن السؤال، هل تغير وضعه شيء؟ طبعا لم يتغير، لأن الوضع إشكال في ليبيا هو إشكال بالأساس، هو إشكال سياسي، لأن هذا الوضع هو ناتج على غياب مقاومات ديال دولة ليبية قوية قادرة على التصدي لهذه الجريمة المنظمة أو الغير منظمة العابرة للقراص، العابرة. طيب أستاذ أشرقي، نحن نتحدث كذلك عن معلومات أكيدة تشير إلى وجود مخازن يتم احتجاز فيها الكثير من المهاجرين، يطالبون أهلهم بالفدية، من لا تصله الأموال يقتل مباشرة، ونحن نتساءل ماذا تفعل المنظمة الدولية لحفظ كرامة هؤلاء الذين يوجدون في حالة تحتاج إلى المساعدة. شكرا. أولا هذا الموضوع موضوع ما يسمى فيه مندمج، نعم. مندمج بين الهجرة وبين ما يسمى بالاتجار بالبشر كمصطلح في إطار في القانون الدولي بصفة عامة وعن طريق المنظمات الدولية. هناك يعني استئصال هذه الظاهره، نعم. كاين استنكار شديد للمنظمات، المنظمات في حد ذاتها لا تملك الاليات في ايديها بقدر ما تملكها فقط الامم المتحده، والامم المتحده تستخرج قرارات في هذا الاتجاه تجاه ماشي غير ليبيا، في بعض البقاع العالم مثلا في السودان وغيرها في الدول العربيه او كذلك في دول اخرى في جنوب افريقيا، دول المنشا الى دول الملجا. قضيه ليبيا في اعتبارها كما ينظر إليها، لأن بمجرد خروج ذلك الشريط عن طريق الاحتجاز اللي هو خفي عبارة عن مخازن خفية جدا في أرض ليبيا، أولا هل ليبيا دولة قوية استقرارا سياسيا كما جاء على لسان زميلنا في هذا المجال، هل هي عندها قابلة؟ لذلك فيما بعد عندما نلتجئ إلى المسؤولية لمحاربة هذه الظاهرة عن طريق المسؤولية الداخلية الوطنية في أرض ليبيا،
هل هناك مؤسسات قارة يمكن أن نلجأ إلى المحاكمة؟ هناك رد فعل للرئيس الحالي للوفاق الوطني الليبي بأننا سنعمل على فتح تحقيق لعملية الزجر في هذا المجال، ولكن هل هناك فعلا إرادة، هل تكون هناك إرادة سياسية حقيقة لليبيا أمام الأوضاع المتدهورة لليبيا؟ ليبيا لم تستجمع قواها الترابية ولا السلطة السياسية القائمة في ليبيا لتصبح قوة قادرة أنها تحارب هذه الظواهر الاجتماعية، الظواهر الأخرى كداعش وغيرها، لأن المرتع الأساسي لهذه قضية هذه الظاهرة. هناك منظمات ما يسمى بالمنظمات العابرة للقارات النشطة في هذا المجال، ليس في الأفارقة، هناك حتى في الشرق الأوسط، وهناك عود كذلك في الدول العربية، هناك منظمات ما يسمى بمنظمات الهجرة السرية، وهنا في طريقة بين الهجرة وبين الاسترقاق، لأن الاسترقاق الحداثي الذي وضعته هذه المنظمات عن طريق استغلال، إما الاستغلال الجنسي أو استغلال المالي أو استغلال، وهذه الأفارقة استغلوا من جانبين، الوضعية المتدهورة اللي يعيشونها في بلدهم وهما عندهم أمل العبور، ما يسمى ليبيا حياة أفضل، كما في المغرب كذلك عندنا أفارقة كثيرة. عندما نجد في المغرب أن ليس هناك يصطدمون بعدم العبور إلى الضفة الأخرى إلى إسبانيا عن طريق سبتة ومليلية، يبقى يجد الأرض الاستيطان هي الدولة المغربية، إنما المغرب تعامل بشكل كدولة استقبال. طيب. استقبال جيد. طيب نتحدث عن ليبيا، أماطت هذه الصور اللثامة عن قضية في الحقيقة موجودة إلى اليوم، مسألة العبودية، أي واقع لها دكتور؟ لأنها لا توجد فقط في ليبيا، لنكن صريحين. هو في الحقيقة مسألة التجار بالبشر والاسترقاق حسب لغة القانون الدولي هي ظاهرة ربما اجتهد المجتمع الدولي واجتهدت الإطارات القانونية الدولية في مكافحتها بشكل كبير، لكن الشكل الذي برزت به في ليبيا هو يحيل إلى ملف سياسي كما أشار الأستاذ. هو حتى اجتماع مجلس الأمن ليوم 28 نوفمبر نلاحظ كل الخطابات باستثناء مثلا موقف السويد الذي دعا إلى فتح تحقيق مباشر في هذه المسألة، وأيضا الموقف الفرنسي الذي أراد أن يدخل هذا الملف ضمن التحديد المسؤولية الفردية، بمعنى أنه يجب الذهاب مباشرة إلى الميليشيات التي تورطت في هذا النوع من الأعمال المأساوية صراحة. هذا الأسلوب أو هذا التجاذب السياسي الذي خلق لنا واقعا جديدا في ليبيا، ليبيا أصبحت كما أشارت الرسالة الملكية التي وجهها الملك محمد السادس إلى قمة أبيدجان، القمة الأوروبية الإفريقية، أصبحت هي القنطرة الأساسية والمباشرة في غياب اتحاد مغاربي قادر على أن يواجه مثل هذه التحديات، وفي غياب أيضا الدولة بمفهوم القدرة على المحافظة على التراب الوطني داخل الدولة. أصبحت هناك ميليشيات تبحث عن مصالحها وهي خارج السيطرة، مع الأسف الشديد حتى خارج سيطرة السلطة في ليبيا، وبالتالي فأصبحنا أمام خفر السواحل الذي هناك تقارير إعلامية تتحدث عن أن الليبيين تدربوا من أجل مكافحة هذه الهجرة غير المشروعة. أصبح الضغط كبير على من المهاجرين في ليبيا وهو يقدر اليوم ب 120 ألف مهاجر. هذا الوضع أعتقد بأننا سنعود إلى تحديد المسؤوليات وكيف يمكن مواجهة هذا النوع على المستوى الدولي من الإشكالات التي تعانيها ليبيا حاليا. عدة أصوات اليوم أستاذ نوفل تطالب بفتح تحقيقات كذلك في مصير المساعدات والأموال التي وجهت إلى ليبيا من أجل الحد من هذه المأساة. نحن نتحدث عن بلد تغيب فيه مؤسسة الدولة، تتنازع فيه عدة سلط الشرعية في البلاد، أين تذهب هذه الأموال؟ أين تذهب هذه المساعدات؟ من المسؤول عليها كذلك؟ والتحديد المسؤولية في الوضع الليبي هو جد صعب، وهذا يمكن جانب المسؤولية السياسية يمكن يتجه مباشرة نحو من حاول إفشال الإعلان ديال الصخيرات أو اتفاق ديال الصخيرات اللي كان هنا في المغرب ما بين مختلف الأطياف في ليبيا،
وكانت هناك محاولة جدية تم احتضانها من طرف المغرب من أجل إخراج ليبيا من وضعها الغير مؤسساتي إلى وضع مؤسساتي سليم في واحد نوع ديال الاستقرار. الوضع اليوم ولكن عندما تسلم الأموال والمساعدات أنت لا تسلمها تحت الطاولة، أنت تعرف لمن توجه، إذا هناك مسؤولية مباشرة عن هذه الهبات. طبعا هذه المسؤولية المباشرة لو كنا في وضع مؤسساتي ووضع سياسي سليم أوضح. كان غادي يكون تحديد المسؤوليات ليس فقط على المساعدات أو الهبات التي تم تقديمها، لكن كذلك حول التقصير ديال الحكومة المركزية في حماية المهاجرين الذين توافدوا على ليبيا. ولكن هي لكن لا في الوضع تستطيع حماية نفسها في كل التراب الليبي، لا يمكن أن تحمي الآخر. هذا هو جزء من الإشكال الذي أدى إلى تفاقم الوضع داخل ليبيا. اليوم كاين مئات ديال الآلاف ديال المهاجرين الغير شرعيين اللي موجودين في ليبيا، بما فيهم مغاربة، بما فيهم مختلف الجنسيات، على اعتبار أنهم كانوا يأملون أن ليبيا تكون فقط معبر مرور نحو أوروبا. للأسف الوضع اللي موجود فيه اليوم ليبيا، مرحلة ما بعد 2011 وسقوط النظام ديال القذافي، أعطانا وضع ديال ليبيا مجزأة، وضع ديال ليبيا على مستوى الميداني هي متحكم فيها أو مسيطر عليها من طرف جماعات وتنظيمات مسلحة غير مضبوطة. الأكيد على أنه هذه العمليات التي تمت ديال الاحتجاز والتجارة في البشر هي لا تهم فقط التنظيمات المسلحة الليبية، لأنه بالتأكيد أن هناك شبكات دولية منظمة ما بين أوروبا وما بين إفريقيا وما بين ليبيا تعمل على استقطاب هؤلاء المهاجرين. نحن نتحدث عن عصابات مافيا دولية. طبعا مافيا دولية تعمل على استقطاب هؤلاء المهاجرين إلى ليبيا، تعمل على وضعهم في الحالة ديال الاستعباد والحالة ديال الريق اللي شفنا طيب. الفيديوز. أعلن المغرب عن استعداده لنقل هؤلاء المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية، مصر فعلت ذلك كذلك، الاتحاد الأوروبي، ولكنها مرحلة معقدة جدا لأننا نحتاج إلى وثائق هؤلاء المهاجرين إلى تحديد الهويات. هل تبدو لك هذه الخطوة سهلة التنفيذ على أرض الواقع؟ أنتم تتعاملون كذلك مع هذا؟ على مستوى السياسة الخارجية في إطار الاتفاقيات تبدو في الميكانيزمات والآليات سهلة ترحيل نقل الى البلد المنشأ الاصلي ديالو، ولكن عندما نبدا يعني في الممارسه الاليه للنزول الى الميدان لرؤيه، لان فيه مختلف الدول الجنسيات المتعدده، وهذه الجنسيات من دويلات افريقيه غير معروفه من حيث الهويه، غياب بطائق، غياب مجموعه، حتى الاستنكار، لان المهاجر في بعض الحالات المهاجر يستنكر الهويه لانه لا يريد العودة إلى البلد الأصلي أو المنشأ. يتمسك بالأمل في العبور. في الأمل في العبور، وفي لأن هذه الظاهرة ظاهرة ليس في ليبيا، كانت حتى في المغرب عندما كنا في مناطق الاحتجاز، ماشي الاحتجاز، ليست احتجاز، مناطق الإيواء اللي وقعت في سبتة كذلك في ماليلية، لأن سبق لي أن اشتغلت في ذلك في ماليلية. عندما نسأل هل تريد العودة، يريد البقاء في المنطقة في أمل الحصول على أوراق لدخول إلى المنطقة الإسبانية. إذن التعامل مع المهاجر هو تعامل صعب. إذن من الصعوبة كيف نصرف هذه التدفقات البشرية إلى الدويلات في عدم معرفة جنسيته؟ هل يمكن أن نسقط هذه التوافد البشري إلى دولة تستنكر الدولة الأخرى، تقول ليس هذه وليس أفراد أو مواطنين مثلا نيجيريين وليس مواطنين تشاديين في هذه الحالة؟ لذلك هذه المسألة معقدة شيئا ما من حيث من هذه الزاوية، ولكن كان بالإمكان إعادة البناء على الأقل كما قلت في تدخلك، يعني خصنا موارد مالية لإعادة حق المعيش الطبيعي لهم للاستقرار الظرفي الآني، على الأقل على مراكز إيواء تحترم الكرامة الإنسانية والكرامة الأدمية للإنسان الأفريقي. أي حل لاستمرار تدفق اللاجئين رغم كل هذه المآسي دكتور؟ أنا أعتقد بأنه لا يوجد قانونيا ما يجرم الهجرة طبعا. دوليا الحق في ولكن التنقل، الحق في التنقل هو حق مشروع لكل إنسان. أنا أعتقد ما وقع في ليبيا، المجتمع السياسي في نظري هو يتلكأ الآن نظرا للأبعاد السياسية لهذا الملف،
نحن يمكن أن نتحدث اليوم عن صيغ قانونية لمعالجة مثل هذه القضايا، وهناك مبادرات يجب أن تتخذ بشكل آني وقد بدأ في هذا، منها المبادرات مثلا التي يتخذها المغرب في ترحيل، وكما أشار السيد ناطق رسمي باسم الحكومة في الجلسة الشهرية على أن هناك موجة ثانية من استقبال مغاربة محتجزين أو يعني منحصرين في ليبيا. المسألة التي أعلن عنها الرئيس الفرنسي بخطة من 9 نقاط وبما فيها من يتوفر على شروط اللجوء أن يصبح لاجئا سياسيا بما فيها فرنسا، وهذه الأمور كلها تعالج في إطار نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية الذي يقر في مادته 5 بأن الجرائم ضد الإنسانية تدخل في صلبها مسألة الاسترقاق ومسألة السجن إلى آخره. وبالتالي فنحن ليبيا ليست عضو في هذه الاتفاقية، وبالتالي فأنا أعتقد بأن من المبادرات التي يجب أن تتخذ في غياب مبادرة لمجلس الأمن والذي له الحق في الدفع بهذا الباب والدولة التي تعاني هي ليست عضو، أنا أعتقد بأن الاختصاص الشخصي السلبي للمحتجزين في ليبيا أن ترفع دولهم التي هي عضو في هذه المحكمة أن ترفع إلى المدعي العام بفتح تحقيق فيما يقع وتحديد المسؤوليات، لأنه لا يجب أن تبقى هذه الجرائم بدون عقاب. أيضا السنغال لو وفرت هذه الدول الحياة الكريمة لمواطنيها لا بقوا، ولكن نحن نتحدث في إطار حل معين، وبالتالي طيب. فهناك يعني تداخل فيما يتعلق بمنافذ الحل لهذه الأزمة. نتحدث كثيرا عن أهمية التنمية البشرية ومساعدة دول المصدر، ولكنها ربما حلول طويلة الأمد إلى أن يأتي هذا اليوم المشهود. نحن أمام مأساة إنسانية حقيقية، كيف يمكن للمجتمع الدولي أن يتدخل بصورة عاجلة لحفظ كرامة هؤلاء؟ التدخل العاجل أو التدخل يجب أن يكون تدخل مباشر لدى الحكومة الوفاق، لأن على الأقل يعني في نهاية المطاف هناك حكومة سياسية مسؤولة، يجب أن يتم الضغط على هذه الحكومة من طرف منتظم الدولي خاصة الأمم المتحدة، خاصة فريق العامل المعني بمكافحة إجراف البشر، يكون هناك ضغط سياسي حقيقي على حكومة الوفاق الليبية من أجل أن تتحمل مسؤوليتها. طبعا المسؤولية كلها ما غنحملوهاش ليبيا، مسؤولية ديال الدول الأوروبية هي أيضا مسؤولة أمام هذا التوافد ديال هاد المهاجرين غير الشرعيين، كذلك الاتحاد الإفريقي هو مسؤول على اعتبار أنه من تعرض لهؤلاء هم مواطنين أفارقة. الدولة التي وقع فيها هاد الاستعباد دولة إفريقية، كاين الاتحاد الإفريقي وكاين هناك آليات إفريقية، أظن على أنه ممكن يتم استغلال هذه الآليات الإفريقية من أجل تحرير هؤلاء المواطنين. هل يمكن التوصل إلى اتفاق ولو على نطاق ضيق لمواجهة هذه الظاهرة في الأجيال القريبة؟ أرجو إجابة من تعاملكم أنتم المباشر مع المهاجرين دكتور. ضرورة في دقيقة أرجوك. ضرورة أن تكون هناك تعاونا بين جميع الدول اللي هي في المحيط. هذا التعاون تتعاون مع الأمم المتحدة في إطار البروتوكول الذي يجرم، كاين هناك بروتوكول تجريم الإبادة أو الاسترقاق الذي يتم بالوسائل الحديثة. ثانيا هنا ننتقل إلى مرحلة أخرى عن طريق التدخل الأمم المتحدة، عن طريق وسائل استعمال المواد الخاصة فيها في التدخل، قبعات الزرق إذا كان ممكن أن دولة ليبيا لا تستطيع بطريقة قواتها بمحاربة هذه المنظمات الهجرة في أراضيها الاستعانة بهذه الدول، شريطة فضح جميع المهربين في هذه الشبكات التهريب في المنطقة العربية. شكرا جزيلا لكم جميعا على هذه التوضيحات، شكرا لكم مشاهدينا على المتابعة، نلقاكم بخير بإذن الله.